and my ex from Tampa. غير مرئي إيه؟ أنا شخص حشري بطبيعتي يعني. هاي واضح. أجدد شيء هو أغنية رح تصدر بعد شهر إن شاء الله. وفي حفلات يعني. طفولتي كلها كانت ذكرى حلوة، هي كلها كانت طفولة، بس إذا بدي أقول كمراهقة بقول يمكن بس حموت الكاس يعني، كان عمري 17-18 سنة، بس وضحت بصراحة كان هذه كانت ذكرى يعني تيرنينج بوينت بحياتي. عندي عادة بعملها كتير، ما بعرف إذا غريبة يعني، على طول بدي عندي خاتم هيك بضل ألعب فيه أو شيء يعني. أنا بطبيعتي بخاف من الأماكن المرتفعة. بس نطيت أكثر من 10 متر بالبسين، كانت لي واو كيف قدرت أعمل هالشيء. حياتي ما بغير فيها شيء فعلاً يعني. كيف مشيت وكيف من طفولتي للنجومية للشغل لكل شيء لحياتي الاجتماعية ما بغير ولا أي شيء فيها. بحالة بغير يمكن بشخصيتي شوي، بشتغل أكثر على إني أقدر واجه أكثر أو إني أقدر أقول لا لما لازم أقول لا. يعني أول جملة إجت على راسي بسمعها كثير يعني، بدي أتجوز. كل سفرة وبكل حفلة عندي هالكومنت حبوا. You had my ex from Tampa. غير مرئي إيه؟ أنا شخص حشري بطبيعتي يعني، ممكن أعمل كثير بس. نسر الأغنية حسيت حالي عم طير على المزرعة. أخذت نصيحة من دكتور الراحل وديع السافي لما التقيته بآخر حياته، وقال لي جملة وفي كتير ناس بيعرفوا إنه هالجملة غيرت لي أو ثبتتني أكثر من اللي أنا فيه. قال لي انتبه يا ابني، الصالح والخير هو اللي بيدور. فهيدي اخذها نصيحة لإلي ماشي فيها حياتي المهنية وحياتي الشخصية والاجتماعية والأخرية، وبنصح كل الناس فيها. بوعدك يا كبير تهك البيت، تهك البيت يا